اعتقد ده مؤتمر اتعمل في المانيا، مؤتمر السؤال اللي حضرتك بتساله ده مؤتمر. هقول لك معجزه يعني، الله، انا قلتها قبل كده بس هقولها لك، دي جميله جدا جدا. المؤتمر اسمه بالانجليزي هقوله وبعدين اترجمه، سيركيديان ريزم اوف ديزيز، يعني كل مرض بيجي ساعه كام؟ هو كل مرض بقاله توقيت، ده مؤتمر. لا اله الا الله. تمام، سيركيديان ريزم اوف ديزيز، كل مرض بيجي ساعه كام؟ تمام؟ تمام، يعني الغيبوبه الكبديه لها وقت. حضرتك عارف طبعا ان احنا العلم الطب عندنا اقوى العلاقات العلميه هي العلاقه الاحصائيه. اما اقول لك ان جلطه القلب 80% الساعه 8 الصبح، يا الله، تبتدي تسال 80% مثلا من جلطات القلب بتحصل الساعه 8 الصبح مثلا، والمخ 80% الساعه 8 الصبح. فراجل الماني بيشرح، الماني لا علاقه له بينا، لا بالشيخ خالد ولا بالشيخ خالص. فبيقول تفسير هذا، فعلا دي حقيقه، ان الساعه 8 الصبح اسوأ وقت للشرايين، اسوأ وقت. فقال لي حضرتك لما بتنام بالليل الدوره الدمويه بتبطا، طبعا يجلط الدم، كيف تحافظ عليه؟ انك تضيق الشرايين، الدم يفضل ماشي بدل ما يمشي في حته واسعه، ضيق يمشي باقوى. ففي ماده بتطلع، اول ما احط راسي على المخده الماده تطلع، تضيق 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 في شرايين، 8 الصبح اسوأ وقت للضيق، تحصل الجلطه. حلو. الالماني قال ما عدا اللي يقوم وينام، ما عدا اللي يقوم وينام تاني. الله اكبر، يكسر الماده دي، يبقى 8 الصبح فيري سيف، ما فيش اي مشكله عنده. والله يا شيخ خالد انا كنت في المؤتمر ده بكيت وطلعت سجدت، الصلاه خير من النوم. اللهم صل على رسول الله، اللهم صل على رسول. قلت سبحان الله، في ناس فاكره ان صلاه الفجر دي عذاب. يا بني ادم دي هتخليك زي في صحتك زي الفل. ده صلاه خير. الفجر الصلاه خير. وطبعا هذا الاذان جاي من عند ربنا، طبعا ده حلم لسيدنا عمر. خلاص طبعا، فالصلاه خير من النوم، فعلا خير من النوم. قوم. انا لما بيجي لي يا شيخ خالد واحد من مش من ديانه مسلمه في العياده ويكون خطر، يعني خايف عليه، مدخن، عنده سكر، عنده ضغط، اللي هو قنبله زمنيه يعني، اقول له بقوم الساعه 4 كده لف في البيت ونام تاني. يا سلام، عشان تحمي نفسك، علشان يقدر يوسع الشرايين تاني. لا، الماده اللي هي طالعه له المثبطه ديت اللي بتقفل الشرايين توصل صفر تاني. على بال ما نام تاني واصحى الساعه 8 تكون ما اتعملتش الازمه، عدت. وعشان كده الصحيان بدري برضو عليه عامل